ثاني مشروع الدستور موقف الاحزاب وموقف الحركه. فيما يتعلق بالهويه السياسيه ديال حركه 20 فبراير باش ما نفصلش اكثر، اعتقد بان الحركه في نظري هي نتيجه ديال الهجره الثلاثيه. كانت هناك هي تكسر الفكره ديال العزوف عن السياسه، اذا لم يكن هناك عزوف عن السياسه كان هناك عزوف عن السياسه بطريقه معينه. وبالتالي وقعت ثلاثه الهجرات، هجرات ديال الشباب من الاحزاب التقليديه، الحركات الاسلاميه، ثم الهجره الثانيه من الاحزاب التقليديه المجتمع المدني، الوغ كان الشباب يعملوا بشكل مزدوج ولكن ما بقاش هذا الازدواج احيانا. والهجره الثالثه هي هجره نحو الانترنت اللي ادت الافكار اللي كنت عبرت عليها هذه اكثر من سنه حول الحزب الالكتروني في المغرب، وكنت قدمت بعض، لا اريد ان ادخل في التفاصيل. فيما يتعلق بالابور ديال هذه الحركه، شنو اعطتنا حركه فبراير الى الان؟ اعطتنا الاشياء التاليه، اولا نخبه جديده، بينا كنسمعوا اسماء جديده، ما كناش كنسمعوا غير الاسماء القديمه ديال يافي ورادي هذا، يعني ولينا كنشوفوا اسماء نخب جديده. اللي عطاتنا واش شرعنا الشارع كحلبه بصراحه، ما بقاش الشارع مخيف، ما بقاش الشارع يعني محفوظ، ما كان محفوظ السلطه الحفلات والاشياء الرسميه، الشارع اصبح مكان طبيعي عادي للاحتجاج. طبعا ماشي معنى هذا ان الشارع ما كانش، كان الشارع، ولكن كان الشارع مكان انتفاضات المدن الصغرى، انتفاضات الفئويه، وكان الشارع مكان الاحتجاج السياسي بالنسبه لفلسطين والعراق والصحراء احيانا، ولكن الشارع كمكان الاحتجاج السياسي المعارض اظن بان مع الحركه عاد رجع هذا سميتو اللي يتم فيه الربط ما بين المطالب الاجتماعيه والمطالب السياسيه. المساله الثالثه عطتنا الحركه لغه جديده. هذه اللغه كاين بعض الباحثين السوسيولوجيين كيسميوها لغه العربون، ذاك العربون يعني لغه الضمانات، ما بقاش يعني يكفي بحال من بعد الخطاب ديال سعود مارس. النخب التقليديه طبعا مباشره يعني زكات الخطاب بدون ادنى تحفظ، حركه 20 فبراير ولا التفاصيل ديالها بحال الكلام سمعناه في الضمانات، يعني عطيونا شي عربون شدوه في يدينا بمعنى انتقلت السياسه يعني من المنطق ديال السياسه بدون شركه تامين السياسه اللي فيها التامين اي فيها المنطق ديال التعاون. المساله الرابعه هو ساعدت الحركه في واحد التوجه ديجا كان قيد التبرور نحو اخراج مجموعه من القضايا من المقدسات. دونك الحركه ساهمت باش يكون اقل ما يمكن من المقدسات. خامسا الحركه هي شكل جديد للتدبير التعددي، دونك حركه غير ايديولوجيه، دونك ماشي حركه عندها مشروع مجتمعي وعندها برنامج. حركه تسعى للحكامه، تسعى للحكامه فقط، وذاك الساعات اللي طلع راه كيطبق البرنامج ديالو. المساله السادسه هو ربط بعدي الحكامه، البعد السياسي والبعد الاقتصادي والاجتماعي. المساله السابعه هو ربط الحقوق بالواجبات ولا اظهار السيفيزم، وهذا الجانب اللي حاول ما كانت السلطه تميعو بزاف. طبعا كاينه واحد المحاولات التشويه هذا الحركه ما غاديش نشوفها التفاصيل، ولكن لما الحركه دارت حمله التبرع بالدم، حمله التنظيف، الاحياء الشعبيه، يعني تقمعات واحد القمع شرس لان ما خصهاش تقدم صوره ايجابيه، عند سكان الاحياء. ملي جاو عندنا يعقوب منصور كينطفوا جابوا عليهم بواحد الشكل عنيف جدا، ما خصكمش تنطفوا الاحياء لان خص الناس يتصوركم بانكم ناس ضد الملك، ماشي ناس كتنطفوا. يعني هذا لو سيفيزم اللي كنربطوا فيه كنعرفوا دابا نجاح الثورات في تونس، دابا في تونس الناس في المرحله ديال الثوره ولاو كيشدوا الصف في الطوبيس، كيشدوا الصف قدام البولانجري الى اخره، ولكن هادشي ما يمكن ما يبقاش ديما، ولكن هادو اخلاق الثوره. المساله الثامنه هو ان الحركه اخترقت او حطمت الحواجز الجمركيه بين الاحزاب، يعني لقات متعاطفين شويه في هذا الحزب شويه في هذا الحزب شويه، باقا الحركه ما جمعتش كاع هذوك المتعاطفين باش تصاوب منهم الحزب، ولكن المهم دارت حطمت الحواجز الجمركيه. الحركه اسبير باش تكون ان كونتر بوفوار، واش وصلت تكون ان كونتر بوفوار؟ اظن بان الاختبار ديال الاستفتاء هذا على الدستور غادي يطرح امامنا يعطينا ملامح النتيجه. بالنسبة لي الحركة دازت من أربعة مراحل، أو على الأقل تصرف الدولة مع الحركة دازت من أربعة مراحل، مع كل أسف تصرف الأحزاب ارتبط بتصرف الدولة. المرحلة الأولى التوجس محاولة الإيجاد،
المرحله الثانيه الاستقطاب وفيه شبه المغازله. المرحله الثالثه القمع المباشر. المرحله اللي كنجازها الان مع وجود الحمله الاستفتائيه هو القمع بالوكاله، ما بغيتش نعطي تفاصيل. فيما يتعلق بعلاقه الحركه بالدستور، اولا الوثائق المؤسسه للحركه كما اشار الصديق ياسين بزاز، الوثائق المؤسسه للحركه طبعا يعني كباحثين حنا مضطرين نقلبوا على ذوك الوثائق، هما ثلاثه ديال الوثائق. هذيك الوثيقه اللي فيها مطالب الشعب المغربي اللي شويه طويله، وكاين الوثيقه اللي هي بيان مشترك لمجموعات شباب 20 فبراير موقعه من طرف حركه حريه وديمقراطيه الان، حركه 20 فبراير الشعبيه للتغيير، حركه 20 فبراير المنظمه من اجل الكرامه. ثم عندنا بيان حركه شباب 20 فبراير ديال 16 فبراير 2011، هذو الوثائق المؤسسه. الوغ ديجا فيما يتعلق بالموقف من الدستور، الوثائق المؤسسه فيها شويه ديال التفاوت. البيان المشترك ديال مجموعات شباب 20 فبراير تقول نحو نظام ملكي برلماني لا يتصادم مع اقرار دوله الديمقراطيه والمؤسسات المنتخبه، اذا كيشير الملكيه البرلمانيه. البيان ديال 20 فبراير والوثيقه ديال مطالب الشعب المغربي ما بقاتش كتشير الملكيه البرلمانيه، علاش كيشيروا؟ ندعو عموم الاحرار بمغربنا العزيز المساهمه ودعم هذه المبادره المشتركه بكثافه والتزامنا بالجميع اقرار دستور ديمقراطي يمثل الاراده الحقيقيه للشعب. مقولة الدستور الشعبي الديمقراطي، دونك الملكية البرلمانية ومقولة الدستور الشعبي الديمقراطي. في التأسيس بانت الملكية البرلمانية ثم شوية ليطوار وغادي يولي مكانها. أولا الحركة هذا الدستور إذا كان بحال اللي تيقول الصديق طيب حمدي الدستور ممنوح من طرف الحركة، لأن يعني الحركة هي اللي كاين اللي كيقول المرجعية ديال الدستور اللي طرح الاستفتاء في واحد من الشهر المقبل. المرجعيه هي الخطاب سعود باص، ولكن المرجعيه هي حركه 20 فبراير، لان 11 عام هذه باش كان يمكن تكون هذه المرجعيه هي الخطاب، ولكن المرجعيه الحقيقيه اللي ما يمكنش الانسان يتجاهلها هو الحركه. فالحركه جابت لنا الدستور. يمكن انه كانت في الاجنده ديال الدوله انها توجد الدستور وكذا وكذا، ولكن على كل حال على الاقل الحركه عزات الايقاع او الوتيره. المواقف من الدستور ملي جا الخطاب بدات المذكرات كتهطل، ففي الساحه السياسيه شفنا اربعه ديال المواقف. كاين مواقف الذين يقولون باننا لسنا في حاجه الى الملكيه البرلمانيه. نعم لاصلاح الدستور ولكن بدون ملكيه برلمانيه. نظرا للخصوصيه ديالها. الموقف الثاني تيقول نريد الملكيه البرلمانيه ولكن الملكية البرلمانية ستبقى أملا، ستبقى أفقا، إذا الدستور المطلوب هو دستور الانتقال إلى دستور الملكية البرلمانية. دستور يتوسط بين الوضع الحالي وبين الملكية البرلمانية. المجموعة الثالثة ديال الأحزاب كتقول الملكية البرلمانية هنا والآن. والمجموعة الرابعة ديال الأحزاب والحركة السياسية والحساسية الموجودة في المجتمع ما كتهضرش على تفاصيل الدستور الذي تطلب، كل ما تقول تغيير، إسقاط الاستبداد، اسقاط الفساد، تفكيك بنيه المخزن، ولكن لا تقدم الملامح ديال يعني تعتبر بان ما عندهاش ثقه بان النظام يمكن ان يصلح نفسه من نفسه بذاته يعني من داخل النظام، ولا تريد ان تدخل في التفاصيل لان تعتبر بان الدخول في التفاصيل الدستوريه يعطي يعني شرعيه للعبه. لا اريد ان افصل في هذه المساله. بالنسبه لحركه 20 فبراير تتعايش فيها ثلاثه ديال هذه المواقف. تتعايش فيها شباب منتمين الى احزاب موقفها هو الملكيه البرلمانيه ليس الان، شباب منتمي الى احزاب تقول الملكيه البرلمانيه الان، وشباب يقولون بان المشكل ليس هو الملكيه البرلمانيه، المشكل اليوم هو التغيير واسقاط الاستبداد. فاذا من ثم القضيه الدستوريه هي القضيه الدستوريه بالنسبه علاقتها مع الحركه كتنطلق من تعايش هذه الثلاثه ديال المكونات.